دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ محشي محشي. محشي ايه يا هدية؟ ورق عنب. محشي ورق عنب يا ورق عنب ده العشق يا عيال. كل اللي يتفرج يخش يحط اللايك عشان ما زعلكوش. بس حطوا اللايك، خشوا على اليوتيوب اشتركوا اشتركوا في القناه على اليوتيوب يا جماعه. كل اللي يشوف الفيديو ده يشترك على القناه. الفيديو ده توصلوه اكبر عدد من اللايكات واكبر عدد من الاكس بلو اشتركوا عشان ما نكون متفقين مع بعض. بالسكينه هنروح الشم وخلاص، هم اللي فاضوا مالهمش لازم. السكينه ايه؟ هات الشهادة كده، هاتيهم كده، هاتيهم في ايديا. هات الشهادة هم. ايوه انا هاتيهم كده. مالك كنت ساندة على ايه هنا؟ ايوه يا من اسمها ايه السودان؟ انا بهبطة مني قوي الخلطة. قلت على طول يا جماعة. ردي قولي كلمي محمود. كلمي محمود اللي رد عليا. او ايه؟ مين اللي كان شيل شيل يا عم شيل. انت حطب ده زيت اللي انت شايفاه ده كده زيت. ردي اتكلمي. طب اتكلمي بس بصدري مرة. يلا قولي قولي حاجة لمحمود. يا ستي خلصي يا بقى انت ده ليه؟ قولي حلوة حاجة ليك يا محمود. قولي يا بنت سيبيني في حالي. طب قولي مش هسيبك. قولي يلا قولي قولي. طب فرق الشمس قولي قولي يا سيدي. فرق رفيع يا قبلة، احنا مش ناقصين. الله عبد اسامه منور الدنيا. عامل ايه يا حبيبي؟ انت كويس؟ انا مش سامعاك، علي مش سامعك. هو ده كتب ليش دعوه؟ مين اللي ليه دعوه يعني؟ في كاتب يا معلم؟ امي. امي؟ لا مش عايزاك. ايه امي قالت لك ايه؟ مش عايزاك. هاي هاي محمود انا عايزه كوبايه شاي. لا الشاي قرب يطلع. بس ده محمود بقى كوبايه شاي. ابوك اللي قاعد بيديكوا. خلي محمود يجيب كوبايه شاي والنوبه جايب القالب. هيطلع يعمل لها مخصوص. يطلع اخوها البوتاجاز جوه اهو. اه ايوه اه بقى حته ناشفه بقى. شفت لك بقى حته كده في الشياس على ال الصلد حرق النمروس. بعد ده كيف فين النهارده؟ بص لازم نجيب صورة حرق النمروس. مين هو؟ بحبك يا حالي بحبك يا حالي. يلا خلينا نمشي. هو كل ورثة في عمام. ما الاثنين اخوات. ده كان بيتكلم عليك على البيت. عارف صد حروب. عارف والله ما عارف. انا بقلب الصد حروب انه مرس وهو ماشي في الشارع بيشرب السجاره. ايوه احنا فاهمين. دوق انت كده. ما هاتي من جوه بقى. لا مش عايزه انا. يلا بقى هاتي شويه اهو. بص لا ده سوق ده اهي ده اهي ملح الصوف. يا ماما ده هي كلها كده حادقه. ما انتوا بتاعتها عمال حلال. بالنسبة لي انا كده حادقة. بالنسبة لك انت اللي مش الحادقة. اهدى والله كلها حادقة. طب ازاي ده بالنسبة لك حادقة؟ بالنسبة لها مش الحادقة. هي بتقول عليها ميعة. ايه؟ حادقة مش. طب حطي لي شوية في البلاد عشان احشي معاك. انا قصدي بتقول موجودة على الحاجة الحادقة ميعة. بالعكس. ده موجودة على الحاجة الميعة حادقة. مش عارفة اوصلها لك. انا بالنسبه لي ميعه. بالنسبه لي متحدقه. يعني انا بالنسبه لي ممكن تحط ملح تاني. امك لا. ايوه امك لا. قولي ميعه بقى بس. يلا يلا يا اسف اللي في ايدك وحشي. يلا يا اسف اللي في ايدك وحش. بترحمنا من الدخان ده دلوقتي. طب خمسه. لا انا كنت هخليكم تغلطوا بيه. الدخان ده ارحمنا منه خمسه بقى. طب يلا هات
اما الدخان ده لسه مش هتستخدمه النهارده دلوقتي صح؟ نريح بقى الخشب 5 دقايق بقى. هنكتب ايه؟ المفروض دي اللي تفضل حالا هنسوفه على طول عشان دي ما بتجيش. ايوه فضوا حالا على طول احنا ما نحكش فيه. ايوه قولوا للسبب. ايوه اشرب انت شو اللي يابا شويه يو. يا جماعه اتفضوا دلوقتي. متعصب اللي انتوا كنتوا بتاكليه. ايه اعملك فيه؟ يلا لا ده لا من ايه ده يا بكل امان يا كده وكده لا يا ابني حلو على بتاع دي كده نعم ده لوم ما تجيبي تاني امير نعم نعم انت ما تجيبيش تاني انا ما بعرفش لسه صغير قوي ده كان بيتفك تحطيه في وسط ورق لا على قد برضه على فكره يعتبر اسهل من ورق الكروم يا حاج لا مش عايزه دلوقتي هو اتصاب خليها عندي ده هرمون السعاده في مصر انا بعشق دي الامه تاخدي بقى شويه يا شيخ ايه هدير دي يا هديه اضربيها بصي يما كده رجلها فين انا بقول لك اضربيها يا بنت السلسبيل انا ما قلتش حاجه انا قلت لك اضربيها بصي انا ساكته من بدري على امل تقومي قومي من هنا امل تعمل ايه يا هدير؟ محشي يا حوده تعالوا كلوا محشي ورق عنب يا جماعه حطوا اللايك واشتركوا في القناه عايزين نوصل 10000 لايك وفعلوا الجرس يا جماعه مشترك طب لما تشوفي انا اللي بسلي خليها تسلمني على عمر طب هات الشاي يا حبيبي مش وقت شرب شاي لا اله الا الله مش وقته لا اله الا محمد رسول الله الشاي كوبايتك اللي هتشربي فيها عندك انت لما شربت الشاي سخن ومعمعت انا ما كنتش فاضيه ليه ما قلتلكيش ده مش وقت شاي ها روح هات الكوبايه تمشي الكوبايه دي كوبايتك ايه يعني براحته ادي ايه بتاع مصلحته ولا خشنا كده هات التليفون اللي خليك يعمل لنا شورت سجل بشا بيعكوا كاش واللي جرحني جرح عيال ولاد لذينة عملت لهم قيمة حاضر يا كوكو عيال ولاد لذينة هات يا بيه ايه يا يا حب ايه يا ابو خذي ادي لهم طول امي انا بعمل كده على الارض ده ايه
بابا. انت عندك بقايا هدير؟ لا. هتصوري وتركنيه؟ خدوا معاك اللي من ده. طب افتح كده انت تشوف اجيب معاك كده. والله لسه ما جيت الساعه 7. ما جاش اللي احنا قاعدين. الساعه 6 ونص لسه. يلا. يلا. بتعملي ايه يا هدير؟ بنعمل محشي ورق عنب. ما تنسوش اللايك يا جماعه واشتركوا في القناه. اللي يتفرج على الفيديو يا جماعه يشترك في القناه الاول ويحط اللايك. ينزل يحط اللايك ويطلع يتفرج على الفيديو. ايوه. شكله كده ما فيهوش نت عشان كان بيقطع في الصور. خو تعمل هاشتاج واعمل وقت تضحك عليك ده يتعمل هاشتاج. دي هدير ورور كم ورور يعني ده مش تعرف تعمل لما تدوقيه. ليه معلش طب انا صدقك واقول لك يعني تقولي كان كروم بقول لك ماشي لا كروم باذنجان ماشي فلفل ماشي لكن ورق العنب عمره ما حد كرهه. انا كده خد يا اسطى بس مش عارف بقى دي كمان معاك تنزله ولا لا. انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه اللي بتسمعوني. عايز اقول لكم حاجه احنا بنصور في الضلم وانا مش انتوا. انت بتسمعي انت تسمعنا اقول ايه. انا عايز اقول لكم ان احنا شغاله هي ست انت عارفه ما بقولش للعيال ديت يلا نعمل الفيديو بدري مش هيصوروا النهارده ولا بكره ولا يوم القيامه العصر. والله دي حقيقه على فكره اقسم بالله هيخلوا كده الفيديوهات لما تنتن وبعد كده يعملوها. نتن؟ اه يعني بتحمل قصدي تحمل وبعد كده يعملوه. رجلي بقى ورقه وانا بنت عرام هي بتتكلم بسودانيه. هي كده مش عارفه ازاي بشكلها كده. هي بتتكلم بسودانيه. ورقه عنب ورقه بنت عرام اهو. دي هي واخده كورس سودانيه يا جماعه فكانت لازم اهو عشان بنت عرام جديده. بنادول فايقوا معاك اليومين دول. ايه يا بوبو ايه يا بوبو في الحب نعيش باللبو. دمير خد بنادول خد بنادول فايقوا معاك اليومين دول. الاغنيه طلعت فين؟ على فكره اللي بتلف اوعى تاكل صباع ما لاقيش فيه رز. ده حبتي انا على نفسي ما بحطش رز. والله بتلفي ليه؟ مزاج مزاجك. انا ولا العنب ما بحبش اكل فيه رز مش بهزر والله. لما تاكليه كده حافه احسن من غير لا بحط مثلا كده. الشوا اللي قدامك ما خلصوش عشان كده. الشوا اللي قدامك ما خلصوش عشان كده. والورق خلص. انا بحطه في المظبوط. بتقول الورق خلص. بص كده الشوا اللي قدامي كده شوفهم بص عليهم كده. اه حلوين. اه ما هم باينين انهم طنبرين اهو. هي بقى بتلف الصباح فرع عشان تعرف تلف. مش عشان بعرف الف. انا مش بهزر والله بجد ياما مش بعرف اكل غير فضه رز. زوم على قدك يا للزمان هادي. وبعدين انت عملت لي انت ما عملتليش شاي اليوم. انت اصلا تكوني على النار يا شاي احلى كوبايه شاي. احكي لكم حاجه يا جماعه. احكي لكم احكي لكم حكايتها مع الاكس. الاكس سيبني ليه؟ مش عارف سيبني ليه؟ وسهرت الولق والشقه ما بقلقش كده. ايه دي بلا بقلقشك بلا شقلص اسكت انا ما بتشقلطش. جاي اخد رغيف قبل ما نبتدي. وسهرت البنت سماح. يعني انت رضيتي كده يا اما؟ اي عايز احكي يا بنت انا سيبها تخلص الكلام اللي عندي. ابويا جاي تسرحي في لحم. من الاخر يعني. وجايه فوق حتتين كيلو. هو تسع هو كيلو ايه؟ كيلو. طيب قولي كيلو تسع حتت كيلو عشان تبين تبين الظروف اللي ابويا بيقول انا عددهم لو جيت لقيتهم فيهم انا راح اخد رغيف فاضي عشان اكل بيه ملح الفلفل زي العاده احنا بنحب ناكل ملح الفلفل بالعيش المتقمر على القانون. جاي يقول لي هتاكلي ملح الفلفل والدهن انا عدد حتت الدهن وعدد حتت اللحم والدهن بيلعلط في الحله وانا اكل دهن وهو نايم.
هاكل لحمه وهي نيه ما يمكن عادي على حصلت الدرجه دي المغاربه والتونسيين خلي بالك ما بقوش تسعه زي ما انت عايز امال كام بقى 10 بقى 700 حته احنا خلينا والله الحرامي يفرق ايوه هي انت تدي الحاجه الهدير مظبوط هتروح تخرب تاني لا والله انا مش خربتش ده تعالى ده انا بقى ظبطهولك يعني احنا 11 جايب 9 مين هياكل ومين هيبص على الثانيه انا بص عليكم ما ينفعش لا ما ينفعش ده كله نبر انا بحب ابص عليكم اقسم بالله وانتوا بتاكلوا بتمتع وانتوا بتاكلوا اقسم بالله اقسم بالله بتمتع وانتوا بتاكلوا قدامي ربنا يخليك لينا انت وصامك يا رب انتوا موجودين يا رب اقسم بالله ما بشوفكم تاكلوا انتوا حتى لو ماليش مناب بشوفكم تاكلوا كان انا اللي كان وده يمين هيحاسبني عليه ربنا عشان كده انا مرات ظبطت انا مرات ظبطت ابويا بقى بيتمتع وبيهزق فيه امي اللي بتمتع وهي بتاكلها استنوا امبارح هم اصلا ما كانتش طب ايه رايكم النهارده مش هفرق الا لما اكل واشبع وبعد كده افرق عليهم وانا اللي هفرق من هنا وجاي ما حصلش هتشوف ما حصلش ده يا اولاد ما بيرضاش اكل حته لما اديها ما اعرفش اكلها ايه دي؟ خناقة في حلة المحشي خد بنادول خد بنادول فين صدق كده؟ يقول لك كبيرة ايه عشان مالك انت كمان؟ ليها علاقة انت عملتها كده هو عملها زي بالظبط بنادول بنادول ايوه ما ليها ريحة ليها ريحة عن التانية اللي انت جايبها مين اللي قال لك؟ بتعملي ايه يا شغتة؟ بتعملي ايه يا شغتة؟ شغطه بنت حط الكاميرا عليا بتعملي ايه يا شغطه بتوقف يا نقول ده على الله قدام ليه قولها ده ومره ايوه احنا بره دلوقتي قالت لي كده شوفي كرتون كرتون ايه زي ما كنت بعمل كنت بقعد احطها في الارض واقعد جنبي وهو عليه جنبي وابوك قال لك حاجه عشان تقعد انا كدابه لا 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 يا ايام انت مستمع يا حاج ايه انت مستمع فوتيلها ايوه فوتيلها زي ما هو بشويه لهدير يا ريم فوتيلها هتكلموا ما بيهبط بنرمي له ايه سامعين مش انا بقول لكم عظمه ده اللي بدا حته مش انا بقول لكم ابويا بيتمتع وبتنمر على عياله وبيهزقهم اهو في كده يا جماعه اهو بنعشق التهزيق ما ينفعش يعدي يوم الا ما يهزق فيه ده انا الصبح بقول له صباح الخير بيقول لي صباح الزفت صباح الزفت فوق دماغك لا دماغك 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 كله انا دماغ قلت له احنا اللي مفوت مفيش اب يفنن يا جماعه ليه بقول لك ايه غير زيت وما تبقيش تفوتيها وبعد ما الاب يتبناك يا كيلو اللحمه اللي جابه ده اهو كانوا معلقولنا على الشجره هديه ايه بصي بيعملوا مفاجاه بيقول لي قلت له انا شايفاه من بعيد مفكرنا مش شايفين لا ولينا يا روح كيلو لحمه ب 400 جنيه اتحرق مفاجاه لابويا ده معلقه في الشجره وانا بقول له ايه يا ايه يا احنا جينا لقينا الشنطه دي كل شنطه عشان احنا شايفين ابوك هو شايل ايه اللي خليكم تاخدوا بالكم الرؤيه لحمه عينك الرز ساعه لا باينك اسمع طوع الدهن باين اللحمه بتبقى باينه هدرت مقطوع لا والله العظيم كان مقطوع اقسم بالله كان مقطوع اللحمه بتبقى باينه املوا يا جماعه الورق انا بقيت املي انت اللي خربتيه بصي يا اخواتي انا خربت شعر المحشي عامل ازاي يا جماعه محمود شكله فعلا خروف Thank you.
ورق كتير ما يخرجوش الورق مكب. يا شاه مين المرق عشان يترموا احسن من الرز اللي يترموا. لا الرز يترموا الورق لا. يكونوا ميخت حاجه. ايه سلام سلام. ما هو ده اللي كنت بقول. انا حرام ما تنزل ليه ياما الورق كتير ياما لسه الوقت اهو. فين يا الورق؟ في فنجانتين جوه ينفع نورهم ونحطهم فيهم. لا يا حبيبي احنا نحطهم في حفله هم بيحبوا يعملوا. لا صح؟ روح هات احنا عايزين نقول شوف ايه هنعمل. مش معاك فنجان علشان خاطر تعمل بتنجان ما يبقاش مغطى على الورق ده. طب خلينا نحط نوت ونقول نعمل الفيديو الثاني وكده. يا جماعه خلصنا. ايه رايكم يا اولاد؟ كام كام دقيقه يا محمود؟ 21 مين اللي عمل المحشي ده؟ أيه؟ طبعا بتقولي انت. انا طبعاً هتكدبي وتخبصي هحرق وشك في الكانون. مش بقدر. هتحطي مرقه دجاج كفايه. حطي يلا واحده بس كفايه. بس اه عليه كلهمكم ده وغطيه بالغطا. بجد ما بيبقى ماعم بيبقى حلو عشان ما تحطيش ثاني. شيء مظبوط. اسكتي. لا الشوربه ما كانتش. اسكتي شوربه ميه. بس كفاك الله الخير. يلا سوق. خب بنادول خب بنادول فايق جامد اليومين دول. اصل انا بطل اصل انا بطلت دلمك انا بيك ما يلف لسان صورت شعري على الكام. بس كله بيشوف ايه